الله النور السماوات والأرض، الله النور السماوات والأرض، الله النور السماوات. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلنا وهبا منثورا، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم والسقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. برأت من الله ورسوله إلى الذين عاهدت من المشركين، أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلنا وهبا منثورا. الله النور السماوات والأرض، الله النور السماوات والأرض، الله النور السماوات والأرض، الله. وكيف الآن؟ طيب، إذا نبحث عن زملائك المختصين في سحر الشهوات والإبعاد عن الدين في تونس وغير تونس. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، تكدوا تميزوا من الغيظ، لا تركبون طبقا عن طبق، 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 لا تركبون طبقا عن طبق. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. لا أحد يحصر أفكاري، لا أحد يحصر أفكاري، لا بل سنزيد في أفكارك. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وما هي أفكارك؟ لكن لا أحد يسيطر على أفكار. أنت تسيطر على أفكار الناس البشر؟ نعم. بالسحر ولا؟ أو بإيش؟ بالوسوسة. وماذا توسوس لهم؟ كل ما أريد. ولكن ماذا كل تريد؟ كل واحد. ماذا يشغلهم؟ توسوس لهم بما يشغلهم؟ أو بأفكارك أنت؟ أفكاري، ولكن أنظر ما هو يعني نقطة ضعفه، ماذا يفكر؟ هذا شغلك الوسوسة؟ نعم. هل عندك علاقة بالسحر؟ نعم. ما هي؟ يرسل إلي السحرة فيطلبون منك هذا. أيوة. وعند أنت تشتغل فقط عند طلب السحرة أو تعمل أشياء بنفسك أو لأجل شيء آخر؟ لا للسحرة، لكن ليس دائما، فقط عندما يكون الأمر صعب. إذا اشتد الأمر على السحرة تمشي بنفسك؟ نعم. ولا عندك أعوان يقومون بالعمل العادي؟ لعامة الجن، وأنت تختص بالحالات الصعبة. نعم. عندما يكون إنسان لا يعني صعب أن تشتت أفكاره، يعني فكره ثابت. نعم. ورزين هكذا، ولا يميل ولا يخاف ولا يشك، فهذا تأتي إليه أنت. طيب، قل لي ماذا تفعل هذه الآية؟
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ماذا تفعل؟ تضعفني. تضعفك. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ برب. وقوتك من أين أتت؟ أنت تصنع القوة؟ بأي شيء؟ بكثرة المعاصي التي يفعلها من يوسوس. لما تتسبب في المعاصي يزيدك قوة. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس 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 من شر. من أخبرني؟ بماذا؟ بنقطة ضعفي. هذا كلام الله. لكن لماذا الآخرون لا يعرفون؟ لأنهم غافلون، ولما توسوس لهم لا يعرفون أن هذا من الجن، فيظنون أنه فقط بأنفسهم يتفكرون هذا التفكير، ولا يستعيذون بالله، ولا يستنصرون بالله، ولا يقرؤون القرآن، ولا يذكرون الله، فتتغلب عليهم. لا أخبر أحدا؟ لا، بل أنا أريدك أن تكون مسلما حتى تمشي إلى الجنة عوض أن تمشي إلى النار. انظر، قل لي ماذا ترى. فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. ماذا رأيت؟ لا أريد أن أذهب إلى ذلك المكان. صف لنا ذلك المكان لأننا نحن لا نراه. لا أريد. لا تريد أن تصفه؟ لا أستطيع. لماذا لا تستطيع؟ إنه لا يوصف. طيب، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. برأت من الله ورسوله إلى الذين عاهدت من المشركين. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الله نور السماوات والأرض وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. برأت من الله ورسوله إلى الذين عاهدت من المشركين. أنت جديد؟ أخبرنا من أنت؟ وماذا تريد؟ أنت ماذا تريد؟ أنا أريد أن أدخلكم الإسلام.
وصديقك، هل صديقك الذي كان هنا قبلك؟ لا. زميلك؟ أنت لن تأتي بأحد آخر. لن أتي بأحد آخر. نعم. طيب، إذن من أنت؟ هل أنت حارس أم ساحر أم يعني قائد جيش؟ قائد جيش. والآن كلفت بإيقافي عن هذا العمل؟ نعم. طيب، ليس بمبادرتك بل كلفت بهذا. أجل. الآن كلفت بتوقيفي عن جلب هؤلاء الجن. طيب، مرحبا بك، أنا مسرور جدا بلقائك. وأنا لست مسرورا أبدا. لماذا؟ طيب، حتى نختصر الكلام، سيكلمك سيدي أفضل. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام، المؤمن المهيمن، العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان، والأرض. نعم، تقبل الإسلام؟ لا. أو ماذا تريد؟ لا أريد شيئا. طيب، ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان. لا يعجبك؟ لا يهمني. لا يهمك. وماذا يعجبك في الدنيا؟ وماذا الذي يهمك؟ هل يهمك إبليس؟ وقال الشيطان لما قضي الأمر، إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخيكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، بئس للظالمين بدلا، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض. ضدكم؟ بل أنا أريد أن أنجيكم. كيف لا؟ من ماذا أنظروا؟ إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون، فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون، فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها. نعم، لماذا أصدق؟ لماذا أصدق؟ الإيمان نور قذفه الله تعالى في قلب من يشاء من عباده، وبدليل القرآن، هو كلام الله، هو الدليل على صدق الإسلام، هو معجزة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الباقية إلى يوم القيامة. الشيء الذي ترى؟ نعم. وأنت لا ترى ماذا أقرأ؟ هل أنت ترى؟ لا، أنا لا أرى. حسنا، ولكن أنتم الجن ترونه. حتى لو نرى لا نصدقه. ولكن هل رأيت أم لم ترى؟